تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللي بغات شعرها يطول تبع معايا الوصفة. على بركة الله هذه الوصفة اللي فيها ثلاثة المكونات، يعني وصفة مجربة ورائعة وكتطول الشعر. يعني مجربة وفيها ثلاثة المكونات، الحبة السوداء، كلشي كيعرف الحبة السوداء، اليزير، القرنفل. فيها ثلاثة المكونات وكاس المدافي، ويعني والقرعة اللي ندير فيها هاد المكونات. راه وصفة رائعة ومجربة، يعني عندها المفعول ديالها، مجربها نفسي انا. ودابا نحط اليزر في القرعة، انتما تشوفوا الطريقة، يعني معلقة كبيرة، شوية القرنفل، يعني حبات، ومعلقة كبيرة ديال الحبة السوداء. هاد المكونات فيها ثلاثة المكونات، ولكن عندهم مفعول رائع. دابا ان شاء الله ندير الماء دافي، ماشي سخون بزاف، دافي، ما يكونش بارد، دافي. عمرت القرعة، ودابا نخلطها مزيان، يعني خلطوها بيديكم مزيان، تخلط مزيان. ودابا تخلطت مزيان، الطريقه ديالها دابا نشرحها لكم. هاد القرعه تبقى مده 3 ايام مخبيه في الظل مده 3 ايام، من تحيدوها مده 3 ايام صافي صفيوها وديروها في بخاخ، وكل يوم ديروها في الشعر ديالكم. هذاك الماء ديروه في بخاخ وبقاو ديروه في الشعر ديالكم، كل نهار رشوا الشعر ديالكم، ماشي مشكله، دوشوا وتتبقاو بها بحال اليوم اللي غدا دوشوا، لكم الاختيار. صفوا هذاك الماء، بقى الماء ديروه في بخاخ، بقاو ديروا الفراغات ديال الشعر ديالكم كل يوم، راه عندها مفعول يعني. ودائما ديروها، وان شاء الله الشعر عيطوال وعيقوى، وراه مجربة وكنديرها لراسي انا. وهاد الوصفة راه دايرها لنفسي انا، لان انا مجرباها، يعني عندها مفعول رائع. اليزير، الحبة السوداء، القرنفل، راه شي حاجة زوينة، يا سلام. صافي، من ديروها هكا، ديروها مدة 3 ايام، صفوا الماء، ديروها في بخاخ، بالصحة والراحة.